يا مرحبا فيكم مشاهدينا ومع برنامجكم برنامج السفرة. اليوم عندنا طبقين، راح نطبخ الربيان بالكاري وراح نطبخ لكم المصالة بالدياي، فخلكم معانا راجعين لكم ومع ضيفاتنا، لا تنسون راجعين. رجعنا لكم مشاهدينا ومع ضيفاتنا مريم طالب ام منيره، رحب فيك نقول لك مساك الله بالخير. ومبارك عليك بقايا الشهر. علينا وعليك. شلونك؟ الله يسلمك. تمام. شو اخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا ضيفاتنا هي تبي تطبخ، اليوم قالت لي انا صراحه باي وياك بس ابيك تعطيني مجال اطبخ، وانا صراحه ابيها تطبخ. ف راح نعرف المشاهدين مكونات الطبخه، طبعا احنا قلنا بنسوي الدي اي مصاله، نستخدم 3 قطع من الدي اي، وراح نستخدم شرايح من الطماط، وبعد شرايح من البصل، وعندنا ربيان حوالي 1.5 كيلو، وعندنا الكريمه لان احنا بنسوي الكاري فنحتاج حق الكريمه. طبعا عندنا البهار المدراسي هو اساس الطبخات دي كلها، ممكن نضيفين عليه فلفل اللي هو الفلفل الكشميري الحمر. وعندنا بصل قطعناه صغار اللي هو بنستخدمه حق الكاري. وياي وياك وليمون لازم الهندي الهندي لازم الليمون. وشلون نبتدي الطبخ مره واحده؟ يلا مره واحده. اي انت شنو تبي تطبخين؟ انا اسوي المصاله هني. المصاله بتسوينها؟ بتسوي الكاري. فنبتدي مع ام منيره وخلكم معانا خطوه بخطوه. مشاهدينا طبختنا غير وطبخات ام منيره غير. انا راح ابتدي واحط البصل الصغار. طبعا انا عندي ربيان، من فينا ما يحب الربيان؟ من اللي ما يحب الربيان غلطان. غلطان ها؟ خسران. انا بحط البصل كله. اوكي. فاحنا العود نحط سمنه بس عشان نخفف الدهن يستبدلونه بزيت. طبعا تحطين السمنه ممكن. انت شو انت بتطبخين عليه بطريقتك خاصه؟ بس لا الكميه اللي عندنا اعتقد والله اللي نزل كومه بس. لا بس تروني اي لان عندنا بس 3 قطع دياي. تفضلي. وهذه ملاصكم. يذبل البصل ويصير كارم بني. لا ما اصله دائما في الطبخات الهنديه يخلونه النوع اللي يذوب مكرمل. احنا عيال الحين يقولون مكرمل. مكرمل. ما عليك مساي شوف لك الاغراض. ما شاء الله استوى تقريبا صار جاهز. عندك البصل راح تحطين الدياي ولا تحطين شيء ثاني؟ الدياي عشان ياخذ نكهة البصل وتغير لونه. وبعدين نضيف عليه البصل غسل الثوم ويا الفلفل الحار. نقلبه ونبتدي نقلب فيه. انا بديكم تركزون هني. طريقة المصالة. منيرة. الثوم قصر. يلا اكو تحمر الدياي الحين وقت الثوم. يلا. صراحة احس ان الطبق اللي عندك راح يسق على طبقنا. طبعا كل شيء حلو بعد هناك. الهندي عموما حلو يعني. يعني انت في الشغف اللي عندك في الطبخ تفضلين اي مطبخ اللي تطبخين فيه؟ هندي وخليجي وتايلاندي. لا ابي الاشياء اللي تبدعين فيها بالاساس. الشعبي طبعا المتشوبيس أوكي. هاي اول شيء. وبعدين عندك الهندي وعقب التايلاندي. بتحطين لك البهارات الحين ولا شلون؟ اي عشان تتحمر وياهم. لا حط البهارات. تفضلي منيره. هاي الكاري باودر. اقصرش على النار شوي بس. كاري باودر مثل ما قال اهم شيء في الهندي. الهندي. شنو البهار الثاني منيره؟ الكركم. الكركم. سنوت يليلون. يليلون. الكركم. بس مقصر عليه شوي. اوكي سامحني. وايد هني ضروري يتحمر البهار.
البهار يكون متحمر عدل في الهندي. بدأت الريحة تطلع. تعرفين البصل مالي بدأ يحترق، فأنا بنزل عليه الحين. نزل الطماط. والله نزل عليه الربيان. أساس إحنا مو محتاجين ال. شوف الربيان كبار شلون؟ ما شاء الله تبارك الله. هاي ربياننا. في بعض الناس تفوحه وفي بعض الناس تحط الربيان بهاي الطريقه. أو نصب عليه مي حار شوي عشان لا ينزل مي واسرع يستوي. واسرع ها؟ تغير لونه. نضيف له شويه ليمون. هاي الطريقه. قلت لي منير تبي الدجاج؟ ليش تفضلي؟ شويه كذي بس نوت. وهذه اللي لون. يلي لون كزبرة حشيش كله نفس الشيء توابل في ناس يقولون لا اي شو نحط الحين؟ نعطي تقليبه حتى انا الحين محتاج ان اتبل التوابل منيره صراحه اشم الريحه ريحه ها؟ نحط شرايح طماط وشوي الحين ان شاء الله شلون يذبل وياه ايش كثر الطماط اللي بتحطينه؟ بس شويه أنا ما نبي احنا وايد نبي خاثر لا؟ خاثر اي بس معجون طماط تحطين فيه ولا ما تحطين؟ حبيبه اي معجون طماط. طبعا في اشياء ذي على حسب رغبه كل بيت يعني اللي يحبه وايد. زين والله اكثر. بعد قفشه. بعد قفشه. صبرك. نضيف عليه شويه ماي عشان اي عشان ما يحترق و عشان ما يحترق وثنيت المكونات يطبخ. تطبخ مع بعض المكونات كلها. الربيان بديت ياخذ لون الابيض. قلت راح استخدم الكاري مصالة بهاي الطريقة شوي شوي ونبتدي نحط الكزبرة والسنوت عندنا شوي عشان الحموضة وراح استخدم الفلفل الحار 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 اللي ما يبي حار يقدر يستخدم بابريكا بداله لا؟ ممكن ممكن تستخدمه وراح ارشش رشه ملح زوجي ما حط لنا ملح تفضلي العمود تخرب على وراح احط شويه كركم كركم ما اقدر استخدمه بيدي لان والحين راح ابتدي مشاهدينا في تقليب الاكل بغيتي ماي؟ اي شوي قولي لي وقف بس ابو عبد الله انا دائما لين اطبخ يعني معظم الاوقات اخلي البنيات يكونون يشوفوني يحضرون معي المقادير الاشياء البسيطه خلي طبعا هذه منيره وهني شيخه طبعا جايبتهم لان هم عندهم بعد حب الشغف في الطباخ واحنا دائما نقول عيالنا خلوا ويانا في المطبخ عيالنا خلوهم يتعلمون يطبخون لازم مثل ما احنا اخذنا من امهاتنا، انا اصلا يعني الشغف ذياني لان كنت اشوفها في المطبخ. في المطبخ. اي الله يرحم. حطينا له شوي ليمون. لا للحين، خلي شوي الديو ما تبين تبع. الحين يعني قبل الاخير بشوي. ان شاء الله، قبل الاخير. انا تقريبا طبختي صارت جاهزه مو بشكل نهائي لكن راح اضيف عليها حشيش. هذا شيء رئيسي في الهندي. في الهندي. وبخليه شنو عشان تقول بعد خلصته. بالعماله يطيح فيني من ساعه خلصت الاغراض خلصت مدام انت ايش تسوين عندك زباين خاصين وخصوصا احنا في شهر رمضان فشنو الطلبات اللي تشوفينها الحين في هاي الايام الحين حق الطباخ؟ انا عندي الهريس وايد عليه اقبال هريس شلون تسوون هريس؟ سر يعني؟ لا مشاهدينا والله الهريس ما يبي له سر بس في ناس عندهم هل نفس حق الهريس بشكل مو طبيعي فاحنا نقول شنو الهريس اللي سويناه يبي له طوله بول اول شيء الهريس اول اللحمه اللي تستخدمين شنو اللحم اللي تستخدمين عيل عيل هل تختارين جم معين حق الهريس مال الفخذ احسن او الكتف لان في تعرف اللحم يتسلل كذي فيكون احلى في الطبخ اكيد
كل ناس تحس ان القطعه دي هي اللي تعطي الطعم. انا دائما اقول ان الهريسه ما تستوي الا بالعظم، سواء ملكيته من اي مكان، فنحط شوي عظم عشان يكون الطعم التست مالي يصير وايد لازم. يعني حتى لين احنا نسوي نطلب نقول حق الهاي حط لنا قطعه عظمه ونخليه يطبخ ويا الماي، بعدين نشيله لان الطعم كله في العظم. في العظم نفسه. خلينا نبي احنا هني الديو يستوي على راحه. ممكن نخلي على راحه؟ اي انا لان قاعد شوي. ضيفاتنا ام منيره جهزت لنا المصالة الدياي، وانا جهزت الكاري الربيان. طبعا الكاري الربيان ممكن احنا نسويه على ترى قطع الدياي. انا افضل دائما في السيدر، ممكن السيدر ممكن الفخذ، على حسب ما انت اللي ودش تسوينه. والمصالة انا اعتقد ان هي بس المصالة ممكن على ربيان، بس يفضل دائما الطبخة ذي يكون على دياي او لحم القطع. بعد اللحم ممكن نسوي اللحم، بس اللحم دائما اذا بنسوي على هاي الطريقه نحاول نفوحه لان شوي قاسي اللحم، فنحتاج ان نفوحه قبل ان نسوي المصاله اللحم او الدياي. مشاهدينا بدات طبخاتنا تجهز، الروايح بدات تطلع الروايح. شاش نطلع فاصل ونرجع مره ثانيه ان شاء الله. راح نطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. كثير الملح طبعا صايم انت اعتقد مضبوط يعني لان حاطين تقريبا انا احس يحتاج كذي ملعقه شوي في البدايه تالي تقدر تضبط حتى لو مو بالذوق يعني تحط لك القياس ذي حق ربع ديو هاي ثلاث قطع. شنو تجهيزاتك اليوم حق العيد؟ حق العيد؟ من دام عندك بنياتك ما شاء الله عليهم ربي يحفظهم لك، شنو تجهزين لهم حق العيد؟ لان اليوم احنا دائما في رمضان يكون في ناس تي اخر رمضان وتجي تركض 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 في السوق. اي لا انت شنو طريقتك؟ احنا قبل رمضان او اول يوم ندش رمضان جاهزين باذن الله حق العيد. دائما تتجنبون الزحمه. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظك. مشاهدينا جهزت طبختنا، طبخه ام منيره وطبختي انا جهزت. راح نطلع شوي ونرجع لكم مره ثانيه. سوالفنا ما خلصت ام منيره. لا. راجع لكم ان شاء الله ونقول لكم تريونا ورجعين. مشاهدينا جهزت طبختنا اللي عبارة عن المصالة الدياي والكاري الربيان. أحلى ما في الطبخة ذي الحلوين اللي قاعدين يعني صراحة. شلونك نيرة وشيخة شيخة البنات، تحبين الربيان ولا تحبين الدياي؟ ربيان ربيان. أنت شنو؟ ربيان. ربي يخليهم لك إن شاء الله. الله يخليك حافظك. شرفتينا. الله والله يعطيك العافية. يعافيك يا رب. الله يعافيك ان شاء الله. وصلنا الى نهايه حلقتنا ونقول لكم انتظرونا في حلقه ثانيه. مع السلامه.